حياكم الله أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج قصة دار ممساكم الله بالخير. اليوم قصتنا بعطر العنبر من موروث المشخاب. عباس على حنف الله يرحمه حبله وحدة، هاي الوحدة تشتغل دواسة قبل الناس الدواويس يجون بوقت الحاصل لأي منطقة، يدوسون الحاصل يبنون تشرداغ أو نسمي كوناغ بواري وحناية خشب ويبقون مدة ومن بعد يفلشون ويروحون. فقالوا لعباس الدواويس راح يشيلون، فكتب بيت دارمي ووداه. قال عباس على حنف قال لا فلشت يا هواي خلنا شبة خاطر نمر ونقول دار نحبة. بعد ما شالوا فأي للدار لقى ورقة مكتوب بيها، لقى مكتوب بيها خلينا لك بالدار عشرة من الشباب، خلينا لك بالدار عشرة من الشباب، الخشب بيش يفيد ما هم الأحباب. ظل عباس على حنف واقف على الدروب ويتنوع ايش وقت يجي الموسم ويرجعون، ويردد بينه وبين روحه هذا الدار ويقول يا عيني جد الشوف، يا عيني جد الشوف واربع لعالي بلك نضعون هواي الهن توالي. هذا ما رواه لنا ابن المشخاب ابن النجف الأشرف الشاعر والمبدع علي الملاح. تعالوا معنا نستمع إلى دارميات علي الملاح. شاود أصل وارضيك بس هي خلة، خاف نجت عناك تحسبها ذلة. حياكم الله أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية ومتابعي برنامج قصة دارمي ومساكم الله بالخير. عدنا عليكم من جديد بعد أن روينا لكم قصة رواها لنا الشاعر والمبدع من النجف الأشرف تحديدا من المشخاب من مدينة العنبر الشاعر علي الملاح. أهلا وسهلا بك شاعرنا. لا لنا عيونك مولاي، حياك الله ومنون منك على هاي الدعوة وشكرا لك والقناة الطليعة الفضائية. أهلا وسهلا بك، إن شاء الله دوام التوفيق والنجاح لهذا برنامجكم برنامج قصة عساك دارمي. ما تعبيت. الله يخليك مولاي، تعبكم راح. الله يسلمك الحمد لله على سلامتك، شرفتنا ونورت برنامجنا. أنت والرميثة وقناة الطليعة كلكم ممنون لكم. أنا قبل أن أبدأ بالبرنامج راح أغير اسمك من علي الملاح لعلي العنبر. خادمك مولاي، شرف لي هذا. الله يسلمك، شرف لي حقيقة. دارميالك واصلة وانت عبارة عن العنبر وريح العنبر، واهلا وسهلا بك. الله يخليك مولاي، الله يسلمك. ما عليكم زود، نشرف بيكم. احنا نبدأ فقرة البرنامج. امرنا. سمعنا من قصة خادمك مولاي، ونروى قصة ثانية للمشاهدين الكرام، ولكن قبل القصة نسمع منك هويتك. والله سيدنا يعني الابيات كلها نفس المسافة يعني بالمعزة. نعم، مثل ما تقول الشعراء اغلبها تقول انه مثل بناتي. ما بيها هذا عزم. ليش يقولون بناتي؟ خوب ازلامك التجفين. لا، باعتبار انه احنا متعودين لان تدرى على نمطنا كتابه القصيده. فالقصايد بناته وهم هذا جزء منهن. نسمع هويتك. الله يخليك، اللي الناس تسمعه. نعم، عندي كم بيت دار من اللي هي تداولت على السن، من ضمنهن مو ذنبك من اجفيت. مو ذنبك من اجفيت ما مش ذنب بيك. الله، مو ذنبك من اجفيت ما مش ذنب بيك، ايش خلى وقته يا خاطري يخليه. الله. وكذلك كم اكو بيت عرف اللي هو بالدره حلفك كون ما تقطع وياي. بالدره حلفك كون ما تقطع وياي، والله التهيت وياك عن واد مهواي. الله الله يخليك مولاي. جميل يا على راس سيدنا علي الملاح وعلى العنبر. مولاي انا ملاح. علي الملاح، الله يسلمك. علي العنبر بعد راح سيدنا. ابو عبد العباس خادمك مولاي، رويت لنا قصه ونسمع منك قصه ثانيه. اللي هذيك قصه التراث ومن تراث المشخاب. نعم. كما انت رويتها للساده المشاهدين. القصه هاي اللي هي صارت وياي. نعم. والدي الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحم موتاك. توفى سنه 2005. نعم. بحادث. تعرف مرت السنين وصرنا زلم وطلعنا وتخرجنا. نعم. وبدأنا بحياتنا العملية إلى أن وصلت مرحلة أنه علي الملاح لازم يتزوج. فعز علي ابن يوم من الأيام خطبت المرأة وطوني إياها وجهت المشية. مشت الناس، مشت أنا أحس أكو نقص، غانمين عمامنا وهلنا اللي راحوا
لكن اكو شخص فاقده. الله. اكو شيء يعني ما اعرف شنو معناه. اكو في رايح. اي لا صارت الدنيا ليل يعني لوجه الفجر ما قدرت انام. شغلت السيارة طلعت من المشخاب رحت للمقبرة. الله أكبر. طبيت بعد الظلام مثل ما يقولون أهلنا حجاج وحجاج. الله أكبر. طبيت للمقبرة يعني أكو دموع يجوز ما باكيهن فاتحته طلع عن ساعتها. لا حول الله. فمن حاط إيده على القبر وبكي لما هي سيدة عرقت الجو بارد ما أعرف شنو. شغلت وطلعت بالدرب إجا الدار من قلت عاتبت قبره. عاتبت قبره وقام يبكي على ما بكاي. الله. عاتبت قبره وقام يبكي على ما بكاي. يبكي على ما بكاي من المرمره وحسيت نده وطلع ماي. الله الله عيد هذا البيت. عاتبت قبره وقام يبكي على ما بكاي. الله قصه اخذتني سيد. الله اكبر. عاتبت قبره وقام يبكي على ما بكاي من المرمره وحسيت نده وطلع ماي. رحمه والغفران له. الله يخليك يا مولاي بعد روح سيد. انه جوا رب كريم. الله يعطيك العافيه سيد. رحمه والغفران له. بعد روح يا سيد. حقيقه انا بعد من بعد هذا الدارمي ما اقدر اكمل الحلقه ولكن نسمع بعد منك دارميات. احنا اليوم بديناها بحزن. عندي يعني من اصدقائنا بل هو اخو الدار مألمني. انت الله يخليك انت فاقد وانا فاقد. ايوه الله يخليك سيدنا عساك لا فقدت عزيز. عندنا من اخوتنا الاعزاز اللي هو كان يعني قريب عليه صديق واخو كبير وقرابه الله يرحمه يعني وذكره توفى بحادث صار يعني ما اعرف شلون الزلمه ما بي عايزه واحنا منتشين عليه فجأة لا. راح بحادث السيارة لا اله الا الله بس من راح هدم هواية عندنا الله يرحمه سموه العبد الخالق الفتلاوي رحمة الله على روحه فساعتها يعني ما اعرف شنو الشعور كتبت عليه كم بيت نعم قلت يا الخلتك بالروح يا الخلتك بالروح وصوابك صواب الله وصف الشوارب ذيج غطاها التراب الله يا الخلتك بالروح وصوابك صواب وصوابك صواب وصف الشوارب ذيج غطاها التراب لحد لحد يظن الحيل رك والحمل مال اها لحد يظن الحيل رك والحمل مال طقت الغفله تشيد ما بيها رجال الله الله لا حد يظن الحيل رك والحمل مال طقت الغفله تشيد ما بيها رجال ما بيها رجال محسوده هاي القاع شي لفت حيود اي أيوة والله وصارت الخوش رجال من حصه الدود الله محسوده هاي القاع شي لفت حيود شي لفت حيود وصارت الخوش رجال من حصه الدود ما ادري اشتكي من الموت مدرش كل الموت شارف وقيت سنين رافق له تابوت الله كون افتح التابوت واتمدد حذاك خويا تشفن بيضيج ما لايق وياك الله خادمكم مولاي الله الله علي الملاح انت من المشخاب هذا راس المولاي هل المشخاب تحسب بالموروث بالموروث للديوانيه لو للنجف المشخاب وانت سيد العارفين وطالع وشايف المناطق كلها نعم المشخاب هي منطقة أو مدينة فراتية بحتة حتى السادة المشاهدين أيه. يتوضح لهم السؤال بالموروث هي منطقة فراتية بحتة وإحنا الفرات الأوسط تراث واحد لهجة واحدة زي واحد ثانية واحدة هاي ماشي علينا كلنا المن تنحسب هي إدارياً أجيك بأجاوب سؤالك أيه. إدارياً لحد 78 ديوانية تمام لحد 78 هي إداريا للديوانية اللي فترة كان النجف قضاء قبل ذيك الفترة كان النجف قضاء تابع لمدينة كربلة نعم حسب ما أعرف فتراثها حاليا بين اللي ذكرى للنجف اللي احنا نذكره لان هسه احنا داريا ونجيكاني باي مكان احنا من النجف نعتبر نعم لان احنا قضاء تابع للنجف اداريا شئنا ام ابينا نعم هذا الاداريه لكن بعض التراث اختلط من تراث المشخاب انحسب للديوانيه هسه عليه ما تنحسب تنحسب حسب القارئ حسب اللي ينقل اي بس يعني هسه اريد جواب بس المشخاب للمشخاب
دلمشخاو اي هاي بهدد الناس يجاوبني انا عد النجف واتشرف بالنجف كلها وعلي ابن ابي طالب بعد هو ابو الدنيا كلها نعم الدنيا والاخره بل لكن انا عندي جمهوريه المشخاو جمهوريه المشخاو ما حسبت لا الديوانيه ولا المشخاب ذاتها هسه الرميثه وانت ابن الرميثه الله يسلمك مدينه ثوره العشرين وخالده بتاريخها بذاتها نسمع منك دارميات تبيك خير وتدلل شالوني شالوني موش صغير نعم شالوني موش صغير عندهم قناعه شالوني موش صغير موش صغير عندهم قناعه عندهم قناعه برغبه خترفيت فوق الجماعه الله قول ايش تريد تقول ما هم لكاني لا انقص ولا راح يهتز مكاني الله عاين لروحك زين من تنقد الناس عاين لروحك زين من تنقد الناس للبعيد نعم عاين لروحك زين من تنقد الناس من كونك ابن ذيول لا تتحش الراس عاين روحك زين من تنقد الناس من تنقد الناس من كونك ابن ذيول لا تتحش الراس اسكت على العيلات مو رتشه واحتاط من اسكت على العيلات مو رتشه واحتاط مو رتشه واحتاط بس العدل مو خوش ما يسوى الزمار الله الله وقالوا لي شو اسمه فلان قالوا لي شو اسمه فلان عنك حكى وقال قالوا لي شو اسمه فلان عنك حكى وقال عنك حكى وقال ادري الحكى بمكفاي همس ما رجال الله من ما ارد عليك استنكف امرار من ما ارد عليك استنكف امرار استنكف امرار عمي كبير يريد بالمقبل اكبار الله كبير كبير هذا راس سيدنا علي الملاح نعم مولا اجاد في كتابه القصيده العموديه واجاد في كل الوان الشعر لماذا تلتجئ الى كتابه الدارمي مولانا من بيه تتعاطى الشعر نعم. تتعاطى الدارمي بالخصوص احنا ديوانها وبسوقها ومكانها وكأي مكان واحنا هاي الفرات الاوسط هي بيئة الدارمي المشخاب من مواطن الدارمي المعروفة نعم. من المناطق اللي عرخت الدارمي تحسب من اصحاب الاختصاص الناس تحسبني ها. لكن انا شاعر قصيدة نعم. وبالنسبة للدارمي انا ما اشوف يعني الحمد لله والشكر حسب رأيي ناس اساتذتنا اخوتنا انه جاي تتعاطى دارميات لا باس دار انا اكون دار مو لون سهل مو اي واحد يكتبه بالضبط لا باس انا اكون من اصحاب الاختصاص لكن انا عمر بالقصيده الدار مو شيء نسمع من اختصاصك خادمك من الاختصاص على راسي نعم لو مو ترد ندمان لو مو ترد ندمان ما ينسد الدين الشمر بيش يفيد بتشي على الحسين الله لو مو ترد ندمان ما ينسد الدين ما ينسد الدين الشمر بيش يفيد بتشي على الحسين يل قصرت ومسيت تمشي بحش الغير ما رد بعد وياك كونك نبو الصير الله يل قصرت ومسيت تمشي بحش الغير ما رد بعد وياك كونك نبو الصير تذنب ورد انهاك وترد للذنوب الله تذنب ورد انهاك وترد للذنوب منك تبت يا الدوم ما نيتك التوب الله فيت وعدل وياي فيت وعدل وياي واستاهلتها عمياء ومن خاويت ما غربلتها الله الله فيت وعدل وياي واستاهلتها عمياء ومن خاويت ما غربلتها من جربت لقيت شذب المعزة من جربت لقيت شذب المعزة ومن عدد ربعه هواي مريودة تشزة الله من جربت لقيت شذب المعزة ومن عدد ربعه هواي مريودة تشزة طيب اللي بقلبك راح بان على ذاته نعم تضحك بوجهه صاف ويا شماته الله خادم الله كثير من الاسئله على راسه ودي اقلل من الاسئله حتى الساده المشاهدين يسمعون اكثر دارميات بعد روح الله المشخاب انا اليوم كل اسئلتي على المشخاب حتى من المشخاب خادم المشخاب جزء لا يتجزأ من النجف في الوقت الحاضر اين تجد النجف في كتابه الدارمي النجف يعني مساح سمحت لك تجاوبني بجواد ابن واسي على المشخاب ولمن تنحسب هسه لا ما اسمح لك انا اتشرف ان اكون نعم. من مدينه النجف ومن مدينه المشخاب نعم
اللي هي تابعة للنجف، لكن حاليا وسابقا نفس الحالة. وحاليا انت اريد حاليا وسابقا. حاليا من النجوم اللامعة بكتابة الدار وبكتابة كافة الوان الشعر الشعبي، النجف بالذروة. بالذروة، ايه بالذروة، ونعم من كل محافظاتنا، لكن النجف ما قاصره، وهي النجف ولاده الابداع. والنعم. ولاده الابداع من نعم. اساسها الى الان. وبالنسبه للدارمي بالنسبه للدارمي هوايه شعراء حاليا عندنا بالنجف اسماء اغنت الساحه بالدارمي، ونعم حلو. منهم كلهم جميل. واني نعم. اعتبر روحي تلميذ. تحيه الى كافه شعراء النجف. الله يخليك سيدنا. منك من شعراء النجف نروح ناخذ فاصل على راس المولى. نعم أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. ذاك أنا ما ركيت يا شدة يا عوز، أتماطلوا يا البين والدنيا حاجوز، شل ما بطلع الروح قلبه جمعها، والزحمة قلت له وراح كان ما سمعها، يا مكثر الطيبات خلها على بالك، كثر الطعم مرات يقتل حلالك. حياكم الله أعزائي المشاهدين الكرام، عدنا إليكم من جديد مع علي العنبر كما أسميته أنا شخصيا. هذا راسي الشاعر علي الملاح، أهلا وسهلا بكم جديد. الله يسلمك بيك وبهاي تسميتك وأنا خادمكم. الله يسلمك، هسه أنا أسميك بعد الجمهور يجي يسميك هيك. على راسي مولاي، أنا بخدمتك. خفت مش عليك. خدمتكم، المهم بقلوبكم شو مسجل. أنت هسه بقلبه علي العنبر. الله يعطيك العافية سيدنا. الله شاهد. الله يخليك. ومن خابرتك ودعيتك يعني عن بعد مدينتين اشتميت العنبر وجيتك. الله يعطيك العافيه، اهلا وسهلا. اجيكم على راس انا. الله يسلمك. نسمع منك بعد دارمي. تسمع دارمي خادم اليوم اريد اخذ اكثر دارميات منك. تومر امر مولاي. هواي وصلنا الجمهور عليك. فد واروح لك. يقول حاجيني الوياك ما عندي سايه، عن سبب من نجفيت لو مشتهايه. الله. حاجيني الوياك ما عندي ساية عن سبب من نجفيت لو مشتهاية، تقطع بلاي أسباب وتجافي وتعود، وش ما ترد وياها تقطع ردود. الله. تقطع بلاي أسباب وتجافي وتعود وش ما ترد وياها تقطع ردود، يا المجفي لك مرسال ويا الهوى الهاب. الله. عشرة عفا ومليت لو عدك أسباب. يا المجفي لك مرسال ويل هو الهاب، عشرة عفا ومليت لو عندك أسباب. لو عندك أسباب راح أمشي سلمك بيه ذاك تجف الماي. كل زلمة يقدر يشفي الماي. نعم. بس اللي يشفيه فرق. أكيد. راح أمشي سلمك بيه ذاك تجف الماي، شلنا دون أسباب قطعك بدا وياي، شنت اعتنت رجاك كون الرجي يفيد. الله. لا بالفواتح جيت لا جابك العيد. الله. شنت اعتنت رجاك كون الرجا يفيد، لا بالفواتح جيت لا جابك العيد. الله. شاود اصل وارضيك بس هي خله، خاف منجت عناك تحسبها ذله. الله. الله. شاود اصل وارضيك بس هي خله، خاف منجت عناك تحسبها ذله. علي الملاح خادمك. هل واجهت مشكلة في بعض أبياتك ونسبت للغير؟ مولاي هاي هواية صايرة. أي. وطرقنا لها أنه أكو هواية ناس تحاول مو بس ويا علي الملاح، ويا غيرها تحاول من تلقى عندك شيء تحاول تهدمه بيا طريقة. الطريقة أنه سيد حامد الجمراوي عنده بيت حلو أخذه أنسبة لتراث أو أنسبة لفلان أو أنسبة لواحد أكبر منك أو كذا أو كذا. ظلت إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا مو بين الشاعر والشاعر صارت. عادية يصيق على الحافر على الحافرة مرار. بعض أبياتك واجهت مشكلة؟ إيه واجهت هواي مشاكل. شنو المشكلة؟ يعني هواي مثلاً غير؟ أطب ألقيها تراث المحافظة الفلانية، تراث المدينة الفلانية، يحطوها هو البيت بيتي. من خلال هذا سؤالك تكتب الدارمي بلون التراث وأنت من هذا الجيل، شنو السبب؟ اساس ما كتبه بلون السبعينات. بالضبط مولاي، انا من مدينه اللي هي بعدها على رونقها القديم. تمام. على لهجتها القديمه، على امورها نفسها. نعم. بعد انه ذاك التراث حلو. نعم. ما استمرت بالشعر ولا كتبت الشعر الا لسبب. ما استحدثت الدارمي.
إلا لسبب. نعم. مو ما استحدثت الصورة تتحدث. نعم. ما بيها مجال، لكن اللون. اللون الروحية. اللون. اللون. نعم. أنا كتبت في سبيل أخلي ذاك التراث، إنه يبقى إحنا ليش ما نصدر مفردات؟ ليش نغير؟ دق النجف. ها؟ دق النجف. لا مو نقول دق النجف ودق النجف، لكن كل شيء، كل مدينة. نعم. وكل مكان إلها نكهتها. نعم. ليش إحنا ما نصدر لهجتنا، نصدر لغتنا، نصدر. نعم. ألواننا؟ ليش نستورد ونغير؟ متعنصر على مدينتك هواية. من حقي. آه. والله أكو واحد ما يحب أمه يتعنصر. نسمع منك بعد. خادمك مولاي. تقول فرعت، فرعت وتحفيت. طبعا ما عليكم زود بالعزوبية سيدي. الله يسلمك، أهلا وسهلا. فرعت وتحفيت من جان خطار، أبوكل ضيج وكان شمل هو قدار. الله الله. فرعت وتحفيت من جان خطار، من جان خطار، أبوكل ضيج وكان شمل هو قدار. خطار جان بضيج واذكر قلتها، جيتك جيت خير حيل بوقتها. نعم منك. والحسن كونوا ياي يغدي الوضع زين، شا سلبت خطار منصحني الحسين. الله أكبر. والحسن كونوا ياي يغدي الوضع زين، شا سلبت خطار منصحني الحسين. أصواب يوم جفاك ناقع لبنها، أصواب يوم جفاك ناقع لبنها، ناقع لبنها ذبحوا لمن ما جاع ونولبنها. الله أكبر. عيد هذا البيت، سالفة كبيرة. أصواب يوم جفاك ناقع لبنها، ناقع لبنها ذبحوا لمن ما جاع ونولبنها. الله. قالوا لي قيمة ببيش والطينة سعرة. زين. قيمت ملك الكون وتراب وظفرة. الله. قالوا لي قيمة ببيش والطينة سعرة، قيمت ملك الكون وتراب ظفرة، حد هسه لا مرضيج لا حستف أكثر، ويا الزغيرة جفيت شنطر للكبار. الله الله. حد هسه لا مرضيج لا حستف أكثر، ويا الزغيرة جفيت شنطر للكبار، ما إلك موقف زين حتى استعز بيه، ظل بس سلام وياك جمنا والغير. الله عليك يا ابو عبد العباس. بعد روح سيدنا في دور روحي. المشخاب تعتبر مدينه مختصه بكل الالوان. بالضبط. مثل ما تفضلت قلت هي مختصين بالكتاب الدارمي. ليش ما نشوف مهرجانات خاصه بالدارمي بالمشخاب؟ مولاي انت تعرف يعني بالفتره الاخيره. نعم. نشط لون الدارمي. ولقى حظوه اكبر. نعم. من قبل. صارت مهرجانات وقامت كل مدينه تخلي مهرجان باسمها، لكن احنا العانينا شعراء موجودين. نعم. واخوتنا الضيوف اللي يجونا من غير مناطق اللي هم ما اقول ضيوف معازيب ما يقصرون، من نريد. نعم. ادعي، من نريد اسوي شيء، وموجود الدعم، لكن اكو مشكله. وهي المشكله باللي احنا عندنا اتحاد شباب بالمشخاب واحد. اتحاد شباب واحد بقاعه كبيره اللي كنا نسوي بيها نشاطات قبل بساعة المهرجانات. شيء تعرف المهرجان مال الدار مكان، هذا المكان. بعد اكو انه اكو فتور من ذات الشعراء قد تكون. ما مهتمين، وايد وحده ما تصفق يا سيدي. شو تقول لهم من خلال قناه الطليعه وبرنامج قصه الدار؟ انا هسه ما شعرانا على راسي وهم كل من بلهوته، وتعرف بيهم طلاب وبيهم كسبه وما يلحقون. توجه لهم دعوه لاقامه مهرجان خاص بالدار؟ والله لازم يكون مهرجان المشخاب مدينه العنبر وموطن الدارمي. نعم. هذا لازم شيء يتوثق ويثبت. وبعد أوجه رسالة أنه يا وزارة الشباب والرياضة، هي قاعة واحدة خلتوها بطاقة وطنية وظلت تنحرم المسرح والنشاط الثقافي راح، وهذا الأمر حتى قانونيا هذا مو دستوري، هذا مصلحة عامة. النشاط الثقافي من المصالح العامة لكل الشعب. هاي كل مادة قانونية محامي. ايه؟ لكل الشعب. نعم. وانعقد عليه عقد، وهذا العقد غير قانوني. غير قانوني، لكن احنا البطاقة الوطنية من نريد نسولف اكو ناس تجي لك مصلحة. اسمع منك مساجلة. مساجلة. اخوي وعزيزنا طبعا ابو زينب، اخونا الكبير حسن ابو الحديد، تحياتنا له. ايه كان ضيف الحلقة السابقة. اي والنعم من ابو زينب اخوي اللي هو دائما ما فارقه دوم. نعم. سوحنا. نعم. الله يديمه. ايه ابو زينب ان شاء الله ابو حسين. يا الله. اي وفرحتنا الكبيرة ان شاء الله جاي حسين. ابو زينب يوم بيه نحن بالدربانة وياه. نعم. ف هاي المشاكسات التصغير زين او صعب مواقفنا الحلوه. قالت من اتعلم الاحداها ودواها. الله. تشتم هواه وتعيش مو شبه هواه. الله اكبر. اي فكان الرد
قلت له يم تيزب يم تيزب وما بيك ذرة ردية. الله تدري الذهب إنه ما يموت بالتيزاب وكل المعادن الذوب ذهب. فمن الصفة يذبونه بالتيزاب يسمونه متيزب. نعم يم تيزب وما بيك ذرة ردية ذرة ردية بيك الحديد احتار خلاك بين. الله الله. كذلك مساجلة هي من الدارميات اللي انعرفت بالساحة الفترة وافترت. نعم دارمي مال عركة وخواله وياي وابن أم خصمي سالفة وليا كتر تنحاز من تفزع أمي. ردت عليه هواي شعرانة وردودهم بإبداع وحياهم الله، لكن أنا رديت عليه ردي قلت له تفزع لأخوها بهاي لو ضد لبنين. تفزع لأخوها بهاي لو ضد لبنين لو ضد لبنين طبع الولد مولود تجيب أخو منين. الله الله عيد هذا البيت. تفزع لأخوها بهاي لو ضد لبنين طبع الولد مولود تجيب أخو منين. الله خادمك سيدنا كبير على رأسنا الله يخليك. اسمع منك موروث من الموروث يعني تريد موروث عام ملح الحلقة ملح الحلقة راح أقرأ لك موروث المدينة مدينة المشخاب. نعم اللي هو أنت عنصري بمدينتك. لا هو بعد كل من غير مثل مدينتك. نعم الله يخليك سيدنا. نعم. وأنا أول واحد أطلع شرف أطلع ببرنامجكم من المشخاب فلازم أنقل مدينتي وأنت ردت تراث المشخاب. أسمع مو عنصرية لا كل لا المكانات على رأسي. الله يسلمك. بيت العبد الأمير الفتلاوي الله يرحمه يقول أنا صحت صوتين والثالث وماي. أنا صحت صوتين والثالث وماي وبالغرغر على هواي ظل واجف الماي. الله أكبر. شاطي آل فرعون يقول شاشلها حاجة الناس طيران صدت. ها شاشلها حاجة الناس طيران صدت طيران صدت تشربك بسباح قلبه لزمته. الله الله يرحم المرحوم تركي آل حسين يقول القلب فرع لك وضلوع طرها تشلبت بيت تشلوب ايده وشمرها. الله هم تركي آل حسين يقول عمراني بالسبعين عمراني بالسبعين ويهزني الشوك واستحي من الشيبات نظراتي بالبوق. الله عمراني بالسبعين ويهزني الشوك واستحي من الشيبات نظراتي بالبوق. كريم آل عليوي فتلاوي يقول هاكي خذ ماي العين هاكي خذ ماي العين رشه بدربهم خافن يطير تراب على نحبهم. جميل. من الأبيات اللي هو من خلال برنامجكم أريد للتصحيح حكوبية نسبته فلسفة الدارمي نسبته للسيد عامر السيد تمكين الياسري. نعم البيت هو تناقل وعرفته الوادي من السيد عامر السيد تمكين الياسري من المشخاب. نعم. لكن بعد ما طلع السيد عامر نفسه قال هذا البيت أنا بموقف جاريت أبو بذية لكن البيت لحسين العبد نور الفرعون. شو يقول البيت؟ اللي يقول وش للدمع بالعين حارزها لجفاك وش للدمع بالعين حارزها لجفاك حارزها لجفاك طاحت قبل لا قوم وتوادع وياك. الله هذا راس سيدنا أبو عبد العباس الله يخليك. كان في الحلقة السابعة ضيفنا الشاعر والكبير در النجف حسن أبو الحديد حسن أبو الحديد ونعم منه أبو زين ترك بيت للمجارات يقول بي من عين طاح العام من عين طاح العام بس ما قل الطاح لو مو عزيز بساع سولفت وارتاح. ابو الحديد مو مال ارد عليه انه ارد عليه ببيت فقره بالبرنامج اي مو مال ارد عليه ببيت واحد وطبعا جرى ان ارد عليه اخوي كبير. نعم لكن ضروره لازم ارد اسمع رديت عليه ردين. نعم مجارات ورد اي قلت عينك عينك وسيعه تشوف وانا ادرى عنها. الله والمن صبايها يطيح يبقى بجفنها. الله عينك وسيعة تشوف وانا ادرى عنها وانا ادرى عنها والمن صبايها يطيح يبقى بجفنها يبقى بجفنها وتتحمل ايش ما صار تتحمل ايش ما صار روحك وسيعة جاهل
وراد يبيع بس ما تبيعه. الله الله جميل وردك بمستوى الدارمي الذي قبله. الله يخليك مولاي، انا اشكرك. هذا راسي، شرفتنا اليوم. فدوى روح لك، واهلا وسهلا بي بعد. روح مولاي، الله يسلمك. بعد يلا ايش تترك للضيف اللي بعدك؟ بيت للشاعر اللي بعدي اقول اتحملني. اي اتحملني، خاف امرار من عدك اختار. اتحملني، خاف امرار، خاف امرار من عدك اختار. زود النهر بخير للقاع ذا فاض. الله خالق مولاي، انا اشكرك وشرفتني. هذا راس مولاي، نورت برنامجنا. انتم الشرف، نور نوركم. تحياتي لك والقناة الطليعة. اهلا وسهلا، شرف ان دعوتكم سيد حامد الجمراوي. هذا برنامجك اللي يهتم بالدارمي، بالشعر، بالتوثيق التراث، بالامانة. تحياتي لك واتمنى لك الموفقية والابداع. بعد روحي تحياتنا لقناة الطليعة، للجنود المجهولين اللي خلف الكاميرات، اخوتنا المخرج. اهلا وسهلا بكم وشرف بكم ولا. انت الشرف، وأحب أشكر البيجات المتواصلة وتنشر برنامج قصة دارمي من قناة سديم لتوثيق الشعر الشعبي وبيج هوسات أهنة وباقي البيجات اللي ما يحضرنا أسماهم. فشكرا جزيلا للجميع، شكرا جزيلا للجميع من بيجات وتواصل وقنوات يوتيوبية، شكرا لهم. إلى هنا أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج قصة دارمي. انتظرونا في حلقة جديدة مع مبدع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله، شكرا جزيلا، شرفتنا. الله يسلمك.